أونلاين لليلي أطيب التحيات من تراز خوري، من سيمون مصور، ومني جورج العلية. مسلسل الانهيار اللبناني مستمر وفصوله متواصلة بشكل اختلط فيه حابل الفتنة التي أطلت برأسها من الطيوني بنابل التحقيق في انفجار المرفأ وما رافقه من ضغط باتجاه تنحية ثاني محقق عدلي في القضية، وهو تجلى أخيرا بتعطيل الحكومة في عز انطلاقتها، ومعه تواصل الانهيار المالي والمعيشي مع ارتفاع غير مسبوق بالأسعار. بالموازات أقرت تعديلات قانون الانتخاب في مجلس النواب، إلا أنها لم تنهي الجدل بين أهل المنظومة حولها بشكل بدأ يطرح معه تساؤلات كبيرة حول الانتخابات ومصيرها. مشهد معقد ومتشابك سنحاول الإضاءة عليه مع النائب المستقيل الياس حنكش. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ الياس بطاولة حوار أونلاين. يعني أنت معود على هذه الطاولة بس إلنا زمان ما طلعنا نحن وياك. عنا هيك ننبسط وعنا لذة نطلع معك، لأنه عن طريقتك للحوار هيك بتخلي الناس كمان تتخيل. خلي لي إياك هذا لأنه محبتك لألي كمان مش بس 100%. فصول الضغط لتنحية البطار قاضي التحقيق بانفجار المرفأ تتوالى أخرى فتنة الطيونة وشلل الحكومة بعد ما صار من دعوة الارتياب ورد الدعوة وسحب الدعوة منه والمطالبة بتنحيته، إلى أين يتجه هيك مباشرة تنفوت بحلقتنا لليلة؟ إلى أين يتجه التحقيق في انفجار المرفأ؟ يعني أهالي الضحايا وحضرتكم معنيين بهذا الموضوع، يعني ما بننسى كمان أمين عام حزب الكتائب سقط، وأكيد كمان رفاق، عدة رفاق سقطوا بهيدا الانفجار. في شعور أنه هيدا التحقيق رايح للتمييع؟ لك أنا برأيي القاضي بيطار يلي ما بتربطنا فيه ولا أي علاقة ولا بعرفه ولا شايفه، بس بطريقة التعاطي معه مع هذا الملف يلي هو بعتقد من الأخطر، أخطر ملف بتاريخنا الحديث، بعتقد طريقة تعاطي لهلأ ومقاومته كل الضغوطات تبع أهل السلطة اللي عم بيجربوا كل شيء لأنه يا أما يخوفوه يا أما يأسروا عليه يا أما يجربوا يهربوه، يعني مثل ما عادة بيعملوا يجربوا يأسروا عليه وبيحكموا. بعد ناقص هن يستوردوا شي قاضي من شي بلد صديق لإلهم ويقروا له الحكم ويقولوا له شو بده يعمل. هذا القاضي مستمر وثابت بخطواته وهذا اللي مطمننا، وأنا برأيي قوته لها القاضي بيطار إنه محصن بأمل وبمحبة الناس اللي حواليه، وما عم بحكي عواطف، عم بحكي بالفعل اليوم اللبناني ما عنده أمل إلا بهذه الشغلة لمرة خلي هذا البلد يثبت إنه هو دولي. بس الضغط ويقدر يوصل أستاذ الياس حنكش، طبعاً الضغط كبير، وصلونا الحكومة اليوم مشلولة وفي طلب يعني واضح وصريح من الثنائي أمل وحزب الله، ما بنحضر اجتماعات الحكومة أو إذا حضرنا الموضوع الأول والأخير تنحية القاضي بيطار، بالإضافة إلى التحركات اللي صارت على الأرض والفتنة مثل ما قلنا اللي شفناها بالطيوني. يعني الوضع خطير جدا، البلد واقف ومشلول، ونحن معودين وقت اللي بيصير فيه تعطيل آخر شيء ما بيفك هيدا التعطيل، إن كان بتشكيل الحكومات إن كان بانتخابات رئاسة الجمهورية بعدة محطات إلا ما نرضي الثنائي أمل حزب الله. هل رح تتغير القاعدة بطريقة؟ هذا موضوع منه سياسي وأنا برأيي بعيد عن هالمشاهد اللي كنا عم نشوفها، لأن كان في مصالح سياسية وكان في اليوم دايما كان أهل السلطة كلهم مجتمعين أو بعض الأطراف منا بيخيروا هالمواطنين اللبنانيين بيخيروهم بين خيار سيء وخيار أسوأ، إنه هلأ حاطين البلد إنه يا بتكمل الحكومة شغلة يا أما بتزيحوا البيطار، واحدة منهم، الاثنين مع بعضهم ما رح تمشي. أوكي. صحيح. اليوم أكيد على عاتق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء كمان مسؤولية كبيرة، إنه لا خي كمان هني ما يخضعوا للضغط إذا عن جد هني
بس اللي عم بيصير اليوم انه هني عم بينبشوا على وسيله بعيده عن مجلس الوزراء لتحقيق هيدا الهدف. في يعني في هون انا اعطي لفته بس لرئيس مجلس القضاء الاعلى والمجلس نفسه كمان عندهم دور، وانا بحيي شجاعتهم كمان مثلهم مثل القاضي بيطار. عم نشوف ان شاء الله تكون صحيحه، عم نشوف بوادر انه اصلا البلد ما بينتظم، نحن وحياتنا ما بتنتظم الا بقضاء عادل غير خاضع للتسويات السياسية والضغوطات، وهذا الشيء صراحة عم نشوفه رغم كل المشهد الأسود. في شمعة صغيرة مضواية وهو هالثبات بموضوع التحقيق. وأنا عم بقول لك أنا كمواطن عندي ثلاث أولاد، إذا هذا الموضوع يمس فيه بالقاضي بيطار أو بفرغوه من قدرته على المحاسبة وبيخلقوا شيء تاني، كان إذا حولوه لمجلس الأعلى لمحاكمة رؤساء الوزراء أو عملوا أنشأوا شيء محكمة خاصة ببدع وبأفكار وبتزاكع القانون، أنا برأيي هذا بكون آخر مسمار بالأمل اللي عندهم إياه اللبنانيين لبناء دولة عن جد تبلش. كل شيء تهدم بالبلد، كل شيء بعد في هيدي الحجرة واقفة، يا أما منا بنرجع بنبني بلد. العدل صار، العدل صار عامل اجتماعين بعد ما اكتمل نصابه، اجتماع نهار الاثنين أو الثلاثة واجتماع امبارح الخميس، بعد ما استدعى القاضي بيطار بس يقال انه رح يستدعي، ممكن يستدعي لسؤاله عن الموضوع. بس بالمقابل كان في ثلاث غرف ردت طلبات الارتياب، جربوا كل شيء، الوقاحة، قمة الوقاحة بهالطريقة وبهالإصرار من قبل المستدعين. وانا ما عم بفهمها، انا اليوم اذا واثق من حالي اني بريء بروح قدام القاضي وبعطي اقوالي وبفل، شو المشكل بالموضوع؟ عم بيقولوا انه في تسييس بهذا الملف، ما في اليوم في عم نستدعي جهه معينه فقط وعم ننسى جهات اخرى، مثلا الوزير، وزير النقل فنيانوس، وزراء النقل الباقين ما استدعيناهم، وزير الماليه علي حسن خليل، وزراء المالية السابقين واللاحقين ما استدعيناهم. هيدا الزلمة انتقائية بالاستدعاءات. أول شيء وقفوا تدخل بالقضاء، مش إذا الشيء عجبنا منقول فيها تسييس، وإذا ما عجبنا لا عجبتهم المحكمة الدولية بوقتها تبع الرئيس الحريري، ولا عجبهم القاضي سوين، ولا عجبهم هلأ القاضي بيطار. شو بيعجبهم؟ بده يطلع القرار أو الحكم مخيط عقياسهم وعقياس مصالحهم هيك تنكون تنقول انه مش بده يغيروا المسار، تركوه يشتغلوا. المحكمة حضرتك كنت عضو فيها وفليت كنت انا بس لانه هي مهمه، في محكمة المجلس الاعلى، مجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. انا اول ما بيروحوا عليه يعني ليش عم بيخالف الدستور؟ ما عم بيخالف الدستور، بالعكس هذا قاضي عدل عم ينظر بقضية هالقد مهمة وهالقد كبيرة، ما انه موضوع يروح على اصلا المجلس الاعلى لمحاكمة رؤساء الوزراء يلي انا انتخبت فيه عضو دغري. درسنا النظام تبعه، نظام داخلي، وعملنا عليه تعديلات، وكان بدي وهذا تعديل دستوري، وكان بدي 10 امضاءات وبرمت على الكتل تيمضوا معي. هيدا موضوع عيب علينا بال2021 يكون في محكمه خاصه للرؤساء والوزراء. ليش انا شو بختلف اذا كنت نايب او وزير عن المواطن العادي؟ روح وقف قدام على القوس قدام اي محكمه عاديه، ليه بدك تميزني؟ انا مواطن، انا بالعكس انا خادم للناس، انا مواطن مثل كل الناس، بروح بوقف على المحكمه العاديه. اذا لابد من انه يبقى هذا المجلس الاعلى لمحاكمه رؤساء والوزراء يكون مجلس ينظر بالقضايا تبع الخيانه العظمى، اذا شيء اكثر من هيك لشو له عازي؟ بدي روح اصلا أنا سوري اصلا معطل لانه بطلع بتشوف تلاقي انه ما حدا اصلا محاكم فيه، وبدك تلتين مجلس النواب بالوقت يلي تركيبات الحكومات هي مصغرة عن مجلس النواب، بالتالي وين بدك تجمع 84 أو 85 نايب تيحولوا وزير أو نايب على بس المجلس؟ هذا موجود بالدستور، مش هيك عم بقولك بده تعديل. أول شيء بتنزلها لل 50% إذا شيء، ثانيا مش بحاجة تنظر بكل شيء دق بالوزير أو الرئيس أو نايب تحولوا على المجلس الأعلى، يروحوا على المحاكم العادية، خيانة عظمى أو ما شابه أوكي. رح تابع أنا وياك، بدي روح لدور المعارضة ودور حزب الكتائب وشو الخطوات الممكن تنعمل للضغط لعدم تنحية القاضي بيطار، أو في حال تم
إزاحة القاضي بيطار، شو ممكن ينعمل من خطوات بهذا الموضوع. بس فت أنا وياك بصلب الحوار وبصلب المواضيع المطروحة، وما رحبنا بعد بكل اللي عم بيشوفونا لايف على صفحة صوت لبنان Voice of Lebanon 100.5 FM. بنوجه لهم تحية كتير كبيرة. بدي أطلب منهم يبعثوا مداخلاتهم على هيدي الصفحة بالذات، مداخلاتهم المكتوبة، إذا فيهم يعملوا كمان شير للحلقة تكون معممة أكتر وناخد مداخلات أكتر، كمان منكون ممنونينون. على صفحة صوت لبنان قلنا العنوان Voice of Lebanon 100.5 FM. على الواتس أب فيهم يبعتوا كمان رسائل مكتوبة ورسائل مسجلة بالصوت على الواتس أب 76-611-001. فيهم يعملوا مداخلات صوتية عبر الهاتف الأرضي 01-325-555 وعلى الخلوي 76-611-005. كمان على تويتر والفيسبوك العنوان حوار أونلاين، فيوني تابعونا أيضا. ما عندهم حج المستمعين يطلعوا معنا على الهواء. دور المعارضة بموضوع تحقيقات المرفأ شو ممكن تعمل؟ عم تحضروا خطة لمواجهة تنحية أو إزاحة القاضي بطار عن التحقيق؟ ليك أول شيء نحن بصفتكم معارضة وبصفتكم معنيين كمان كأهالي كأهالي ضحايا. ليك نحن كل الوسائل متاحة قدامنا تنمنع أي مس بالمسار اللي أخذته الأمور مع القاضي بطار، ونحن مع الناس بهذا الموضوع. وأنا برأيي برجع مثل ما كنت عم بقلك، أكبر حصانة عنده إياها أو أكبر قوة عنده إياها القاضي بيطار هي هالإجماع اللي حواليه من قبل اللبنانيين. وعم بقول هيك ما عم بستثني شريحة كبيرة من الشعب اللبناني يلي متحزبة ويلي كمان يمكن انجرت أو أخدوها لمطرح بغض النظر عن التفاصيل. شفنا انقسام كمان ب ب ب طال أهالي الضحايا، يعني في ثلاثة من أهالي الضحايا وكانوا باللجنة وعلى رأسهم. أنا كتبت اليوم شغلة لأنه عن جد مؤلمة هاي القصة. أنا شفت يعني في هناك فرز لأهالي الضحايا من منطلق طائفي أو من منطلق يعني حرام نتلاعب بمشاعر الناس وننكل بجراحهم، وهودي أهالي ضحايا يعني مش مجروحين، هول ماتوا مع أهاليهم اللي راحوا ضحية فساد و يعني سوء إدارة هذه الطغمة الحاكمة. بس بذات الوقت واضح أنه مش واضح، ما فيه كمان استنتج، ولكن كتير هناك كتير شكوك على الفيديو اللي صار من قبل السيد حطايت، وحكى كلام كتير عن ممارسة الضغوط وكل هول. أنا ما بدي روح يعني ما بدي أجي فوت بهالمتاهة، ولكن في أساس أنه اليوم إن كان سيد حطيت معه عائلتين ومنكن لهم كل الاحترام، هن بالنهاية أهالي ضحايا، ولكن أهالي الضحايا طلعوا قرار، طلعوا بيان وقالوا إنه بيمثلوا ثلاث عيال، ولكن كل البقية موجودين إلى جانب القاضي بيطار تيكمل شغله. حزب الكتائب، المعارضة والشعب اللبناني رافض رفض تام، وبعتقد مثل ما كنت عم بقول لك هيدا آخر مسمار بيندق بنعش هيدا الدولة إذا بيمسوا بهذا التحقيق. الخطوات الممكن تعملوها، ليك التصعيد مفتوح والمواجهة مفتوحة، ومثل ما من هيدي المقولة اللي أنا كتير بلاقيها فيها شجاعة، في صفر خوف، صفر خوف على مواجهة كل هيدي الطغمة حتى بعد اللي صار، بعد اللي صار لأنه هيدا اللي صار هو أجبن وجوه هذه ال طغمة الحاكمة بأنه يفتعلوا مشكل ويجروا البلد، ومستعدين يجروا البلد على حرب أهلية كرمال تيوقفوا مسار العدالة. وهذا الشيء ما صار منه من وعي اللبنانيين، ولأنه اللبنانيين رافضين يرجعوا لحرب. أرجع لفتنة الطيوني بس بالخطوات، بس هيدا اللي وصلنا له بالخطوات، يعني رح تنزلوا على الأرض في تصعيد. بس إنه قلي شو ممكن يصير يعني ليك أنا كمان تما أحكي عن الكل، أنا بقول لك هناك جو في اعتصام لجبهة المعارضة إيه طبعا، ولكن رمزي كان، وهذا مش هيدا، مش عم نحكي عن هيدا، ولكن هناك غضب عارم من قبل الناس يلي ما رح يقبلوا بهذا الموضوع. وأنا بقول لك إن كان حزب الكتائب، المعارضة أو الشعب اللبناني هو على جهوزية تامة واستعداد تام لمواجهة أي مس بمسار القضائي اللي معتمد الخيارات المطروحة. العودة إلى التحقيق الدولي ممكن يكون أحد الخيارات المطروحة المطالبة. خي اليوم أكيد يعني نحن بالأول مسار الانفجار وقلنا نحن لا نثق بأنه
رح يكون في قضاء منزه عن ضغوطات السياسية بلبنان، وهذا اللي عم يحصل اليوم بغض النظر عن ثقتنا بالقضاة أو لا، ولكن بطبيعة الحال إن شاء الله بتجيب لهم ما بعرف ملاك من السماء هو يحكم بهذه القضية، بده يلاقوا له شيء وبده يفوتوا بقصص ليش رايلي لأنه عم بيقرب من الحقيقة يلي بتمس بمصالح أو بتتهم مباشر أو غير مباشر المسؤولين. ليه ما بيكون أنه مظبوط مثل ما هن عم يحكوا أنه في تسييس للعملية والقاضي بيطار عم يشتغل أي أجهزة مخابرات دولية وخارجية؟ ما هي كل شيء بياخدوك، ما زال الثورة قالوا لك مولة من السفرات، مازال المحكمة الدولية تبع الرئيس الحريري مسيسة، مازال نحو القاضي صوين قبله، وبنعرف كتير التهديدات يلي صارت بالمباشر وبالغير المباشر والشسر اللي انبعتت بعد في أوقح من انه يجي احد رؤساء احد الامنيين باحد الاحزاب بيجي بيهدد وبيبعت لهذه الرسالة من خلال صحفية تتوصل الخبر للكل تيعطوا رسالة انه خيي ما تمسوا ما تكملوا بالموضوع. كل هيدا الضغوطات توصلونا كمان لبوادر حرب اهلية تيمنعوا هيدا التحقيق، يعني ما في شيء ما عم يعملوه كرمال يوقفوا هيدا التحقيق. بالتالي كل ما هن اصروا على التخربط، كل ما الشعب اللبناني اصر انه يحصن القاضي بيطار بانه يطلع بحق. بدأت مداخلات المستمعين، بس انا بعد عندي سؤال اخير بهيدا الموضوع، الموقف يعني موقف الاطراف من هيدي القضية وخاصة الموقف الرسمي، يعني كيف عم تلاقي تعاطي رئيس الجمهورية بهذا الملف، تعاطي رئيس الحكومة، تعاطي مجلس الدفاع الأعلى اللي رفض يعطي الإذن كمان مجلس الدفاع الأعلى صراحة اللواء صليبة، كمان وزير الداخلية اللي رفض يعطي الإذن باستدعاء اللواء عباس هون بتحكي عن استنسبية، هون بتحكي عن استنسبية ليه هيدا المجلس؟ مين حكي عن خلافات بيناتهم بس بهذا الموضوع؟ بهذا الموضوع اللي قلنا فيه هي انه تركوا هيدا القاضي يعمل شغله، وخلي لمرة نعطي نموذج حقيقي بانه هذا الكذب يلي بيحكوه أهل السلطة أنه هن مع دولة قانون ومؤسسات ومبدأ العدالة، يتفضلوا يعطونا هذا المثل للكل ويروحوا عند القاضي مين ما كان يكون، من أكبر من رئيس جمهورية ونزول عم بحكي، لأنه من بعدها ما بعود في لبناني رح يمثل قدام القضاء. قناعتك الياس حنكش رح يشتغلوا بهذا الاتجاه ولا لا؟ أي اتجاه؟ أنه المسؤولين، أنت عم تقول بنتمنى أنه يعطي القضاء، عم تتمنى قناعتك أنت لا لا فيك بعد تتمنى مع بهيك أنا ليك أنا آخر نهار نحن هذا بسموه بالإنجليزي wishful thinking، نحن هذا اللي بنتمنى وهذا اللي بنطمح له كشعب لبناني، وهذا الشيء إلى مسار إذا مسار يا بده يصير بقوة القانون يا بده يصير بقوة ضغط الشعب، ما في ميت حل وحاجة يسيسوا الموضوع ويخبرون أخبار عن تدخل سفارات وهذا صار القاضي بعد شوي رح يصير CIA بعد شوي، الكلام يعني ظهر برات المنطق وما حدا بقى قابده جد. طيب خلينا نروح لمداخلات المستمعين، أول مداخلة من خارج لبنان 249 تفضل. الله معكم وتحياتنا لصوت لبنان لإلك مسيو جورج ولضيفك الكريم. أهلا فيك، مين معي؟ معك توني، أنا عم بحكيك من ألمانيا، أنا إنسان جبرت أترك بلدي من وراء سياسة المسؤولين في هالدولة. للأسف. بدي بس أسألك سؤال أستاذ حنكش. تفضل. أنا كشخص آمنت بثورة الأرز واشتغلنا على حتى ثورة الأرز تنجح، وصلنا لمحل إنه صار في مثل ما صار يلي صار حتى ما طول الشرح، وصار في مصالح سياسية. طيب اليوم هيدا اللي عم بيصير على الأرض، شو بيمنع حزب الكتائب يلي نحنا بنحترمه وبنحترم سياسته وبنحترم رئيسه الشيخ سامي، شو بيمنع انه تتحالف ترجع او يلاقوا طريق يرجعوا على القليلة هني والقوات اللبنانية؟ يعني انا ما عم شوف وين الخلاف هو. اوكي صار في فاتوا بتسوية معينة وتسوية فاتت بالحياة عار كتير منيح، يعني لازم يكونوا تعلموا، عم بحكي على القوات اللبنانية، شو يلي بيمنع الكتائب يلي طول عمره بتدافع عن لبنان انه ترجع يقعدوا مع بعضهم ويشوفوا كيف بدو يزبطوا الامور لحتى تصير اقوى؟ لانه بالنهاية التحرك المدني يلي عم بيصير يعني على الارض منه هيدي القوة اذا ما في كمان مناصرين من غير احزاب، والقوات اللبنانية منه مثلا عميلة لشي حدا بدو يخرب لبنان، صار في خلافات سياسية. السؤال هو ليش ما بنقعد سوا بنرجع لحتى نرجع نقوى؟ أنا ما عم بحكي مسيحيا بس على القليل نبلش من البيت. واضح. بدي أشكر مداخلتك صديق المستمع من ألمانيا جواب. مرسي توني. ليك هيدا منك الوحيد اللي بيحكيني بهذا المواضيع
وكل يوم منناقش حالنا ومنناقش بعضنا ومنسأل أسئلة، بس الأكيد أنه أساس هذا الموضوع هو على الخيارات السياسية. ما في شيء اليوم بيجمع أو بيفرق حزب الكتائب عن أي مكون تاني إلا الخيارات السياسية. نحن ما عنا حسابات تانية غير مصلحة هذا البلد، وكل ما شفنا أنه هذا الموضوع بيجمع كل ما نكون نحن مستعدين ومنفتحين على الكل بما فيهم القوات اللبنانية أو أقربهم القوات اللبنانية. بطبيعة الحال هذا التباين السياسي له أسبابه، نعم، من التسوية الرئاسية وصولا للمحطات التانية يلي قطع فيها البلد. بطبيعة الحال كمان أنه اليوم في خطر وجودي حقيقي وفي بوادر حرب أهلية تغطت الفتنة، وهذا الموضوع منحطه بالتباينات السياسية منحطه على جنب، ونعم لازم كل القوى المعارضة لا يلي عم بيصير بهذا البلد ولها الطغمة الحاكمة، هالمافيا الحاكمة اللي عم توصل البلد لشيء أبعد من جهنم ما بيتخيله العقل، لازم على كل القوى اللي بتشبه بعضها وتقدر توسع هذه الجبهة، جبهة المعارضة، تقدر يكون عندها قدرة على المواجهة أكبر بالأولويات اللي عم يقطع فيهم البلد. ولكن كمان هذا بيتطلب خليني أقول تواضع وتفهم بين القوى بين بعضها تنقدر نوصل لتفاهم حقيقي ما يكون مبني على مصالح مثل ما شفنا كتير محطات هيك صار فيها، يكون مبني على ثوابت سياسية. لأنه حزب الكتائب حزب مبدئي، ما بنعرف نحن أنه خلينا نمشي وبتعرف فن الممكن وهذا لبنان وكله تسويات، لا، نحن إذا بنطمح لبلد بنطمح لبلد مثل ما نحن بدنا إياه، مثل ما حلمنا فيه، مثل ما كل هالضحايا. خليني روح من سؤال إيه بس دقيقة، مثل ما كل هالضحايا اللي ماتوا بانفجار المرفأ والشهداء اللي سبقونا بأيام الحرب دفاعا عن قضية آمنوا فيها وكرمال أولادنا، ما يكون كل هالتعب راح دعان كرمال تسويات سياسية أو كرمال تفاهمات جانبية. الهدف انه كل القوى المعارضة اللي بتشبه بعضها تتجمع على بعضها تحط كتفة على كتفة تيقدروا يواجهوا هالتوحش بهدم ما تبقى من لبنان. بأي خانة بتحط احداث طيونة؟ يعني صار في كبر الضغط بقضية البطار، صار في مظاهرة بطيونة عين الرماني، وصارت الاحداث بعد هذه المظاهرة وتلاها كلام عالي النبرة للسيد حسن نصر الله وعنده إطلالة كمان الليلة. بأي خانة تضع هذا المسلسل؟ يعني الفتنة يعني صارت على البواب، دقت على البواب، يعني شفنا مشاهد أنا بعرفها يمكن شوي، يعني العالم خافت. ليك غير ممكن نرجع لورا هالقد؟ أنا برأيي وهون عم بحكي عن قناعة وعن إيمان إنه هذا الشعب اللبناني بكافة طوائفه وبكافة انتماءاته الحزبية وبكافة مناطقه رافض تام، وهيدي قوتنا. بعتقد محصنين نحن وعنا مناعة إنه نرجع على لغة السلاح والحرب والشد العصب، لأنه خضنا هيدي التجربة وبنعرف كتير منيح إنه بالحرب ما حدا بيربح. بالتالي إذا كم زعيم وكم رئيس حزب وكم ما بعرف شو بدهم يجرونا على فتنة ما رح تلقط معهم، لأنه طبعا هناك مجموعة صغيرة بكل حزب أو بكل مجموعة بيأتمر بيقول له روح على النار بروح على النار يعني. بس لا، بدك مجتمع تيعمل حرب، واليوم المجتمع رافض أنه يرجع للغة الحرب. بدنا لبنان يرجع عن جد بلد مشرق، بلد فيه مستقبل، بلد نقوم الصبح نقول خي شو بدنا نعمل اليوم، مش نقول يا عدرا، مش كلام شعر يا عدرا، ابدا ابدا. انا هيدا ايمان وانا بنشتغل من هذا المنطلق. بس اللي شفناه على الارض مش هيك. ايه بس هودي ما بيمثلوا اللبنانيين كلهم، ورح اقول لك اكثر من هيك، هول ما بيمثلوا الشيعة اذا هيدا قصدك. لا انا مش عم بحكي عن ذاك بالضبط، بس انا عم بقول لا، لانه طبعا هودي مجموعه الثنائي الشيعي، بس لا خي الشيعة الدروز المسيحيين السنه كلهم رافضين يرجعوا للغه الحرب، ولو كان في استعداد يرجعوا للغه الحرب نحن قطعنا باربع احداث. شو بتفكر تفسيرك للي سوري صار. بس احداث خلدي ما كانت اقل خطوره مع العرب، عرب خلدي احداث ابرشمون ما كانت اقل، ما ننسى بشو قطع احداث شويه ما كانت اقل، ولكن في رفض تام وهذه هي. بس هون بين يعني في خطابات عالي، يعني عالي خطاب ما يعني طلع السيد حسن نصر الله قال لك 100,000 مقاتل إذا أشير لهم لأزاحوا الجبال. ما بيهم يعني هذا الكلام، يعني مش ليك ما بيهم بعزين الحرب يمكن ما إيه طبعا هي لغة مرفوضة، وبرأيي أنا لو كان عندها
لو كان في بيئة حاضنة لأنه يصير في حرب بلبنان كنا شفنا غير مشهد. ولكن هذا الشيء ما بيصير طالما في، لأنه مع مين بك تعمل حرب؟ الشعب اللبناني مش مستعد يعمل حرب، لا مع السيد حسن ولا مع حدا تاني. بس سيد حسن عم بيقول في طرفين، ما في طرفين، في الشعب اللبناني يلي عم بيحلم ببلد حر وببناء دولة، وفي النماذج اللي عم نشوفها من إيران لسوريا لفنزويلا لليمن. طيب. على اللبنانيين يختاروا. خليني تابع مداخلات المستمعين، كمان عندي مداخلات كتير صارت. مساء الخير، مين معي؟ رقمي بينتهي 504. ألو، مرحبا. أهلا. مرحبا إدمون، صديق البرنامج الدايم، تفضل. ولا مستر حنكر، بس بدي أقول شغلة، بدي أجاوب أنا الشخص اللي حكي قبل عم بيقول نحن ليش ما بنحبيتنا مع الولايات كذا الكتائي، ليش ما هن بيمشوا مع الكتائي؟ ليش ما هو بيمشي سمير جعجع مع سامي جميل؟ لما قال له استقيل ما استقيل، لما كان يعارض يقول له أنت عم تبعبي، كيف بدل ما نحن هو يمشي معنا مش نحن بدنا نمشي معنا؟ بعدين هو امبارح عم ينتقد التسويه، عم ينتقد انه مارم خي اتفاق مارم خي وصلنا على الطيونه، ليش انت حضرتك ما عملت تسويه معهم؟ ما انت ما فت معهم؟ ما انت السبب الرئيسي بالخراب البلد معهم والتسويه اللي عملتها. بعدين هو عمل حلف، عمل حلف، عاملين حلف رباعي مكرس، هذا الحلف الرباعي بينه وبين جعجع وجون بلاط وبري. امبارح بعد الجلسه راحوا تغدوا هن وجماعه بري، رح اوصل لجلسة مجلس. يتحرشهم حتى يعمل زعيم مسيحي تيوصل لمرحلة انه الامر لي، فشل برقبته مش رح توصل الامر لي. شكرا لمداخلتك ادمو من كندا. تعليق على كلام ادمو. ليك انا بفهم يلي عم بقوله من منطلق مبدئي، انه خيط ما نحنا انه ايه مش الكل مثل بعض، ومش يعني وقت الحزب الكتائب بيقرر عن وعي انه يتموضع بالمعارضة وشو ما كلفوا الامر ما يفوت بالتسوية وما يتحالف وما يساوم وما، وهذا الشيء بيدفع حقه الواحد كحزب بلبنان مطرح ما في كتير بيع وشراء، تدفع حقه بالسياسة واحوه بيتقلص حجمك من 5 نواب لثلاث نواب او يلي هي. بس اساس هذا الموضوع صراحة ما بيهم، لانه اخرة نهار ان كان نواب او وزراء عمين اذا ما في بلد؟ شو هم الإنسان إذا ربح العالم كله وخسر قناعته وخسر نفسه؟ بس كمان بذات الوقت بدي أقول له لأستاذ إدمو أنه لازم نتعالى كمان فوق الصغائر، ولازم بالنهاية نحن أم الصبي، وحزب الكتائب دايما بيتخطى هل الحسابات بالمكاسب السياسية أو هل إيجو مين بده يروح لعند مين، مش مهم، المهم نقدر نواجه، وهذا هو الأساس. كمان عندي مداخلات كتير رح تابع، بس عندي على سميرة لحود بتقلك شو بيمنع على الفيسبوك، شو بيمنع ينزل الشعب كله مثل وقت ثورة الأرز بعد استشهاد الحريري، ساعتها يسترجي حدا يضرب لبنان؟ ممكن نلاقي بعد تحالفات مثل تحالفات ثورة الأرز أو تغيرت يعني بعد 17 تشرين صار الجو اليوم غير. الجو بغير مطرح، ونحن يوم كل خطاب وتموضع حزب الكتائب وهذا الخطاب الوطني العابر للطوائف والمناطق وحتى الأحزاب، وكتير ناس من بعد 17 تشرين فكت ارتباطاتها بأحزابها اللي على أساسها كانت يمكن ربيت أو خلقت بقلبها الأحزاب، اليوم بتلاقي في جو جديد بالبلد، وهذا الجو لازم نحصنه ولازم نصونه ولازم نواجه فيه. بذات الوقت إذا صار في يقظة ووعي عند كتير من الأطراف ومن المكونات ورجعوا جلسوا وتوجهوا إذا بدك لاقوا هالعامل الجديد يلي هو القوى المعارضة الصاعدة، لا لازم نكون إيدنا ممدودة ومنفتحين للتعاون لنقدر نواجهه، كل ما كترنا كل ما أحسن. كمان مداخلة، مروان تفضل. يسعد مساك. أهلا وسهلا. كمان ضيفك الكريم. أهلا وسهلا. أنا عم بسمع خي جورج، أنا بتعرفني هيك عابر للطوائف وما بفكر. أهلا وسهلا فيك. نحن بعد ما تعلمنا من دروس الماضي، هاي المشكلة فينا كشعب، وبعد ما منعيش دهنية القرون الوسطى، ما طورنا حالنا، ما عملنا تطور ذاتي لحالنا، مزبوط. ما فكرنا بمستقبل بأجيال اللي بدها تجي ورانا بهالبلد. نحن كلنا أجيال حرب، دفعنا الثمن وبعدنا عم ندفع الثمن. نحن شعب نستحق شو عم يحدث معنا وشو عم يصير لأنه رفضنا المواطنة والشرعية الوطنية
ورحنا كلنا نحو الأحزاب والمنطقة والطائفة والمذهب. عندك سؤال مروان؟ عندك سؤال مروان؟ عندك سؤال محدد؟ سؤالي ايه سؤال عندي سؤال. تفضل. مزبوطة قصة انه بالجلسة اللي صارت اول امبارح التشريعية علوا رواتبهم النواب او اشاعة؟ ويسعد مساك. شكرا لمداخلتك. شكرا. انا غير معني بهذا الموضوع لانه انا نائب مستقيل وعامل نص دوره بس لا انا تاكدت من الموضوع وهذا الكلام مش مزبوط. بس انهي بموضوع يعني تداعيات التحقيق والضغط لتنحيه القاضي بيطار ووصولا للفتنه. يعني ممكن نروح على المجهول من جديد بلبنان؟ يعني في خوف اليوم عند الناس قراءتك هيك بكلمتين، يعني فينا نطمن الناس ولا منقول لا؟ انا بدي اقول شغلي، لا ما فينا نطمن الناس لان احنا عم نتعاطى مع عقل شرير ممكن ياخد البلد لحيالله مطرح لانه في مصالح او في اجندات خارجية او اهداف اكبر من لبنان. بس اكيد انا بقدر اطمن كوني يعني كلنا بنتعاطى مع الناس يوميا والناس كلها حذرة وخيفانة وحريصة انه ما ترجع للغة الحرب عم يكافي الطوايف والمناطق. وهيدا الشيء بعتقد انا هو الشغلة الوحيدة يلي من خلالها قادرين نبني بلد. وانا بقول انه صار في وعي برضو لان قال شغلة مهمة الاستاذ كان عم يحكي مروان. لا مروان، لو عملنا نحن فعلا عقد او مصالحة او مؤتمر مصالحة ومصارحة بين اللبنانيين وكل واحد حط هواجسه ونرجع نطلع بلبنان جديد، اكبر الاعداء اتصالحوا ونقوا الذاكرة ورجعوا قلعوا مثل فرنسا والمانيا مثلا بنشوفهم هن اكبر حليفين اليوم باليوروبيان يونيون. وكمان من اذا بنرجع 50 سنة لورا مش اكتر منلاقي قد كان في الاقتتال عالي وحتى غير مجتمعات وغير حضارات وغير بلدان قدروا وصلوا لتسويات ولا توافق ولا تناغم لصون الإنسان ببلدهم. وهذا اللي لازم نوصل لحنا لقله لأنه أنا برأيي الشعب اللبناني هو شعب مبدع وشعب بيتعلم. شو اللي عم يمنع اليوم نعمل هيدا الشعب اللبناني؟ آه باردون، اللي عم يعمل هيدا اللي عم يمنع إحنا نوصل لحنا. عايزين أنا برأيي إحدى وجوه هذا الموضوع هو ثورة 17 تشرين. ثورة 17 تشرين قربت ناس من بعضها، كسرت الحواجز. بس بعد سنتين من ثورة 17 على تسخيفة كتير ناس بيسخفوا الثورة. لا لا مش عم سخف، بس بعد سنتين الثورة متراجعة طبعا محبطة. لا تعبانة، يعني شفنا التحركات هزيلة على الأرض. منه الثورة منه بس تحركات على الأرض، الثورة فيها تكون بصناديق الاقتراع، فيها بمنع جاي لموضوع فيها بمنع فتنة، فيها فهمت شو قصدي؟ يعني عندك أكتر من حصانة ولدت مع انطلاق 17 تشرين. طب كمان دفعة جديدة من مداخلات المستمعين، مداخلة من عندك سيمو قبل ما اروح لمداخلة من عندي، مداخلتين من عندك، يلا اسم الله. يعني عندي كم هائل من المداخلات الياس حنكش، يعني المستمعين حاضرين حتى يواكبوك بهيدي الحلقة. اهلا وسهلا. مساء الخير، مين معي؟ اهلا مرحبا. اهلا وسهلا، تفضل. تحية لك للاستاذ الياس حنكش. اهلا فيك. يعني لا شك لبنان تحت الاحتلال. يعني بالنسبة أنا بدي غالط إدمان من كندا، وما بدنا نجلد كتير للدكتور جعجع اللي بحب ياخد دور سياسي بلبنان ياخد. أما بالنسبة للدكتور جعجع هو عنده مهمة كتير قوية وصعبة بلبنان لأنه عرف عطافة مع السعودية بينما سعد الحريري رفض النعمة، والطائفة السنية فشلت بمقاتلة المشروع الإيراني بلبنان. بمقابلة مع الإخبارية السعودية الأولى مع طارق الحميد طلع الدكتور جعجع وحكي كلمتين هو والصحافي المخضرم السعودي طارق الحميد، بيسألوا هل أنتوا القوات جاهزين إذا دق الخطر على الباب؟ قالوا نحن جاهزين. فالقضية إنه إيران ومشروعها بلبنان مش رح ينتهي. شكرا لمداخلتك، بس للأسف يعني حرام نرجع ندلنا نحط حيلنا كأحزاب وكمواطنين لعب بإيد الخارج، شي إيران شي سعودية. هيدا على هامش اتصالك، أنا أكيد بترك الجواب أكيد أستاذ الياس حنكش. إحنا خلاص هيدا البلد هو بالحياد بحياده وبتموضعه، والأهم من هيك هو وعي الأطراف اللبنانيين كافة أنه في مصلحة لبنانية بالأول وبعدين بيشوفوا شو عم بيصير حواليهم. بس الأهم إذا بيتي عم يحترق ومأفلس وفقير ومش عم يقدر يضوي لمبة، لا بهتم بيتي اول شيء وبعدين بعمل علاقات خارجيه. كمان مداخله جديده، مساء الخير. الو مساء الخير استاذ. اهلا وسهلا، تفضل. بالخير لك استاذ الياس.
أنا بس بدي أسأل سؤالين لأستاذ الياس بس لأنه بعرفه كتير دقيق ودايما إذا بيكمل الشغلة بيمشي فيها للآخر. أول سؤال بدي أقول أنه في سبب بيمنع أو ما بيخلينا ننتبه أنه بالمقابلتين اللي عملهم أستاذ سمير جعجع على التلفزيون واحدة مع مسيو عبود واحدة مع مرسيل غانم باثنين حيد جماعة حركة أمل وقال عنهم أن هن اللي عم بيشتغلوا لرقب الصدع بينما الشباب اللي كاتوا بهيدا المسرق تبع الفرير كانوا قبل بلحظات إذا بنرجع من عيد الفيديو هن اللي عم بيهتفوا بري 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 عفوا يعني إذا سمات ورجعوا هن اللي قالوا جعجع صهيوني 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 وفاتوا بلشوا يكسروا السيارات وغيره. هاي واحد نفسهم هن ذاتهم بنرجع من عيد الفيديو بنشوفها. تاني سؤال لمسيو الياس بليز بتمنى نرجع بس ننتبه على هذه النقطة، ليش هول السبع شهداء اللي سقطوا أو ضحايا اللي سقطوا بالأحرام الشهداء ليش ما حدا عم بيقول كيف تقوصوا من وين؟ يعني أنا بذكر لما صارت حادثة الجهلية كلنا عرفنا أنه بودياب اللي تقوص تقوص من زاوية عالية وجماعة القوى الضارب اللي كانت على الأرض اجى رصاص من ميلة عالية ووقتها فهموا أنه جماعة القوى الضارب مش هن اللي مقوصين. ليش ما عرفنا لليوم نحن هيدول السبعة كيف تقوصوا؟ تقوصوا عن الأرض ولا تقوصوا من العالي؟ وليش بعد ساعات قليلة اندفنوا وما عرفنا إذا صار في تحقيق جنائي بأنه هالأشياء ما انعملت؟ شكراً لمداخلتك. يلا جواب أجوبة سريعة. مرسي. ليك يمكن رئيس الدكتور جعجع يسأل عن قصة لأن كمان شفتها كتير على السوشيال ميديا ونحكى أنه ليش حيد الرئيس بري وطبعا كلنا بنشوف في تناغم كبير بين أمل والقوات اللبنانية أو بين دكتور جعجع والرئيس بري وهذا شيء أنا ما عندي جواب لإله ولا تفسير، هذا يسأل عنه الدكتور جعجع نفسه. أما بموضوع الشهداء مزبوط وهون مشان هيك عم نقول في تحقيق لازم ياخد مجرى ودفنوا الضحايا بشكل سريع، في منهم إيه في منهم لا، ومثل ما فهمت أنا وكلنا شفنا على كل حال انه ايه في علامات استفهام كبيره ويمكن كلنا عندنا سوري بس دقيقه كلنا عندنا شعور وهيك تقاطع معلومات انه وكانه في طابور خامس استفاد من اللي صار وصار اللي صار يمكن لاشعال فتنه اكبر. مسار التحقيقات رايح بالاتجاه الصحيح برايك بهيدي القضيه بالذات؟ مشكلتك ما في ولا تحقيق بيروح بالاتجاه الصحيح بلبنان، يعني ما شفنا شيء وصل لخواتيمه. ولكن برجع بقول لك الامل الوحيد اللي اليوم عم بفرجيه القاضي بيطار انه كمان انا بحكي عن حادثه عين بعرف القاضي بيطار خلق نموذج قوي بمقاومه الضغوطات ومشي بمسار صحيح ممكن يعدي القضاة والتحقيقات الثانيه الجايه من بعد بين هونيك ماشي بهذا الاتجاه ولا لا طيوني خلينا ننطر شوي ما بقدر احكم من هلا. طيب رح روح لمداخلتين جديد قبل ما تابع لانه بلش الوقت كمان يدهمنا شوي صغيره. مداخله من عندي سيمو، بدي اعتذر منك سيمو. مساء الخير، مين معي؟ مساء الخير، رقم بينتهي 762، تفضل. الو مرحبا. اهلا. بدي لك شغله، يمكن هلا تقول انه هيدا الزلمه ما بعرف شو صاير معه. انا ما رح اقول شيء، بتعبر عن رايك بكل حريه. طائفيه برايي، انا هربت من هالبلد ضد ما في طائفيه وكره وفي احزاب وفي ما بعرف شو. اكثر طرفين استفادوا من الدم العالم اللي ماتت هن الحزب والحركه والقوات لانه شدوا اعصابهم قبل الانتخابات وهلا بينزلوا على مجلس النواب بالجلسه بيسلموا مع بعض وبيوصوا بعض. هلا شوي في شاب عم يحكيك اسمه طوني من ألمانيا يعني البلد اللي أنا عايش فيه بعده لحد هلا طوني يعني حرام عايش ببلد نحن عايشين بالبناية ما بنعرف شو أسماءنا شو طوايفنا عايشين 5000 طائفة بنفس البناية ما حدا بيسترجي يسأل تاني شو طائف وعم يتلفن لك من ألمانيا حتى يقول لك إنه الأحزاب المسيحية تتحد وتشد العصب المسيحي ويصيروا أقوى. ليك هالتفكير يعني رغم أن الواحد تغرب واندمج بالمجتمع الأوروبي بعده عم بيفكر بهالطريقة. طيب خلينا ما نرد كتير على بعضنا. عندك سؤال محدد لأستاذ الياس؟ لا أنا عندي سؤال محدد. أنا برأيك برقبة مين هذا الدم اللي سقط على الأرض؟ شكرا. وهيدي كلها مش مسرحية اللي صارت. شكرا لمداخلتك. شكرا سؤال لك كبير. أنا بس أنا بشد على إيده وأنا بعتبر مش نكت عم بحكي عن قيم
17 تشرين، لأنه بعتبر أنا الخطاب الطائفي وشد العصب ولا لغير رجعة. طبعا رح نشوف، ضلنا نشوف محاولات من بعض الأطراف لإعادة هذه اللغة، لأن بتفيدهم شعبيا وبتشد عصب، وهذا ملعبهم على كل حال. أما ملعب حزب الكتائب والشعب اللبناني هو ملعب الانفتاح والمستقبل المشرق لنقدر نبني بلد. غير هيك كل هذا الحديث هو برات الكونتكست اللي رايحة فيه طبيعة الأمور، وكل شيء عكس هذا ما رح يوصل لمحل. آخر مداخلة من عندك سيمون رح أخده. مساء الخير، من معي؟ أهلا، مرحبا. أهلا، معك مارك عشيح، عم تلفن من السعودية. أهلا وسهلا. حبيب أسأل سعادة النائب سؤالين. تفضل. أول سؤال لإله، هو الشباب اللي مثلنا اللي عم بيضحوا وقاعدين برات لبنان، شو بتوجه لهم؟ بتقول لهم يرجعوا على لبنان؟ هذا أول سؤال. ثاني سؤال هو، هل يا ترى أنت رح ترجع تنزل بالانتخابات لنعرف حالنا إذا ما ننزل على بيروت ما ننزل؟ إذا أنت مش نازل نحن مش راجعين. هلا فيك تسجل، فيك تسجل اسمك بالسعودية وتنتخبه من هونيك. لا لا، نحن بنحب ننزل على لبنان لنفوت. ما بننزل. أهلا وسهلا فيك. مرسي مارك. أول شيء بحيي لمارك مثله مثل كل الشباب اللي أنا بحس معهم ودايما بشوفهم، وبيناتهم مارك خي يعني، وبشوفه بدبي وهلأ صار بالسعودية، وهو نموذج للبي الصالح اللي اضطر أو انشحط من بلد كان. ومارك من الشباب اللي قلعوا بلبنان ورجعوا من الاغتراب وقلعوا بشركتهم، والظروف عكستهم من وراء سوء إدارة هذا البلد، واضطر يرجع يترك عائلته ويفلتها يعيشها بكرامة. أنا أول شيء بحيي لمارك، وبحيي كل مغترب اليوم بعيد عن بلده. مش فيلو غليلو مرشح ولا لا؟ الحزب بيقرر، هذا الحزب بيقرر ومحبة الناس. بس الأهم من هيدا، مش مهم إذا أنا ترشحت أو لا، الأهم أنه ناس مثل مارك يضلون مؤمنين بهذا البلد، ورجعتهم هي رهن اللي بقيوا هون شو بدون يعملوا. ومثل مارك وغيره، أنا من عندك هون بدعي كل المغتربين اليوم اللي اضطروا يظهروا، وعم نحكي عن 300 ألف شخص ظهر بآخر سنتين، يسجلوا بالسفرات إذا ما قادرين يجوا، إذا قادرين يجوا ما يتأخروا، مثل ما مارك دايما ما بيوفر ولا فرصة أنه يجي على لبنان. في كتير شباب بتجي على لبنان، أولا بتفيد اقتصادنا عقد ما قدروا عملوا contribution أو ساهموا، بتفيد هذه الثورة اللي عم نحكي عنها صارنا ساعتين، بتفيدنا إذا بتترجم بصناديق الاقتراع. وبدي أقول لمارك أنه إيه، أكيد ننصحكم ترجعوا على لبنان وتحطوا ايدكم معنا، واذا مش قادرين حطوا ايدكم معنا من برا، ومساهمتكم هي اساس، لان انتم غير خاضعين لا للضغط ولا للترغيب بوقت الانتخابات، انتم احرار وبتضلكم احرار، ومنكم ومعكم بنقدر نبني بلد. بمسلسل الضغط على القاضي بيطار، كان طار السلم الاهلي وعم تطير الحكومه، في شلل حكومه، بس كلمتين بالموضوع، الحكومه بعز انطلاقتها مفاوضاتها مع صندوق النقد والبطاقة التمويلية وارتفاع الأسعار والانهيار المالي اللي عم بينتحته المواطن، فجأة أول اجتماع تاني اجتماع انشلت الحكومة. هذا اللي قلنا هيدي حكومة قضاد مثل عادي، هول أقطاب السلطة ما بيتفقوا إلا على المصالح، وما بيختلفوا إلا كمان على المصالح، وبس يختلفوا المشكل بيوصلوك لحرب أهلية. وهذا اللي صار، مش هيك عم نقول بدنا حكومة مستقلة من أول نهار، بدنا حكومة مستقلة مع أصحاب اختصاص، رجعوا أنا بدي العدلية أنت خد هيدي نتيجتها، وهن بيتحملوا مسؤوليتها، هن طابخين السم وهن أكلينه. طيب خليني أروح للانتخابات، الجلسة لمجلس النواب أقرت تعديلات قانون الانتخاب مثل العادة، انقرت التعديلات وطلع القانون، التيار الوطني الحر يهدد بالطعن، رئيس الجمهورية معه مهلة 5 أيام تيرد القانون، رده بعتقد اليوم، رد القانون اليوم رئيس الجمهورية رده. طيب وانا انا 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 بعرف انا ما بعرف هون عم، انا برأيي اهل السلطة عم يعملوا حساباتهم، واذا لقيوا حالهم خسرانين رح يطيروا الانتخابات او يتم تعديلات على ما ينفعهم. وهيدا الشيء اللي برايي انا كمان مثله مثل قصه المس بتحقيق القاضي بيطار، الناس رح تكون بالمرصاد. استاذ الياس حنكش، في كتير مداخلات من عند سيمون، في مداخلات وعندي هون في كتير مداخلات، بس بدي اجوبه سريعه منك بتعديلات قانون الانتخاب. تقريب موعد الانتخابات ل 27 اذار هو دليل صحي ولا لا؟ لا اكيد لا، لانه اول شيء بيحرم تقريبا 100 ألف ناخب انه ينتخب،
وفي ظروف تعكس هذا الموضوع، بس هذا كمان ما يكون سبب لتطهير الانتخابات. إقرار اقتراع المغتربين لل 128 نائب ما في غير حل، وإذا بدون يعزلوا الاقتراب كيف تشوف اللي قاله الوزير جبران باسيل إنه هيدا لك نحن حطوا بخانة ضرب الحقوق لا ما نعظم الموضوع بحسب مصالحنا. نحن بالعكس وقت كنا نواب تقدمنا باقتراح قانون ما يعزل الاغتراب عن الداخل. نحن بحاجة لكل صوت من الاغتراب لأن هذا صوت حر بأنه يقدر يأثر بال128. سقوط البطاقة الانتخابية، سقوط الميجا سنتر، هودي كمان بأثروا. ليك الميجا سنتر أكيد له تأثيره، بس كل برجع بعد لك كل هول، وما ما ننسى الكوتا النسائية اللي بعتقد هي أهم عامل لتطوير حياتنا السياسية وتطوير العمل السياسي بلبنان. ولكن كمان في انتخاب ال 18 سنة، يعني ما فوق 18 مش ما فوق ال 21، في كتير تعديلات لازم تحصل. وما ننسى انه هذا القانون عمل من هالست احزاب يلي خيطته عقياسة واستفادت منه، وهلأ عم نرجع ناكل اصابيعنا دائما. لعب بالطابة بموضوع السلم الاهلي، لعب بالطابة بين افريقاء المنظومة بموضوع الحكومة، شلل الحكومة، اللعب بالطابة من قرأ قانون انتخابات منبعته بيردوا رئيس الجمهورية بيرجع فيه طعن، هذا التلاعب. مصير الانتخابات مهدد. نعم أنا بقولها بكل صراحة، إيه مصير الانتخابات مهدد، وبرجع بقولك عم يحسبوا حساباتهم إذا شافوها العملية لمصلحتهم أو غير مؤكدة إنه لمصلحة المعارضة والقوى المنتفضة منذ 17 تشرين، إيه أنا برأيي هيدا يعني تفكير شرير وبيقدروا يطيروا الانتخابات. دور المعارضة وحزب الكتائب في حال حصل هيدا الشيء، المواجهة بلا سقف، بلا سقف، المواجهة بلا سقف. برأيك ممكن يعني بظل الضغط الدولي الموجود نروح لتأجيل انتخابات؟ يعني ممكن يعملوا وعمل لك في ضمانات دولية، ولكن كمان بمحل من المحلات في مصلحة وطنية حقيقية ببداية التغيير أو ترجمة هذا التغيير أو هذا العامل الجديد منذ انطلاق 17 تشرين إلى أنه يترجم بصناديق الاقتراع لنقدر نبني وطن. غير هيك بنكون عم نضحك على بعض. بس أنتوا عم تشتغلوا الانتخابات حاصلة صحيح؟ طبعا طبعا نحن تحضيرات متواصلة. خبرني شوي عن تحضيرات حزب الكتائب وتحضيرات المعارضة المشروع، التحالفات، الخلافات. كمان فينا نشوف نفوت شوي على الخلافات. إيه لا بلشت في أجواء خلافية أبدا ما في شك، بالعكس كل نهار عم يقطع، عم بحكي بين أطراف. لا ما مش هيك عم بقلك، لأنه حصل 17-20. حصل كتير أمور جدية وحقيقية ودى إلى أنه كتير من التبينات اللي كانت سبب اختلافات نزاحت على جنب وصار في مصلحة كبرى بالانتخابات، بالتحضير للانتخابات، بالتحضير للانتخابات. وهيدي أول مرة بتنقال، يعني هيدي الجبهة عم تتوسع وبالعكس عم تتقرب من جبهات تانية، كما وأنه في قوى داخلية وقوى خارجية، وأنا بحييهم كلهم يلي قدروا نظموا حالهم، عم يوصلوا لتفاهمات كانت صعبة قبل وهلأ تحت ظروف ضغطة كانت سبب لألنا وللكل الأفرقاء بهالمعارضة أنه يتعاضدوا أكثر بمواجهة هذه الصوت. تحالفاتكم كيف راح تكون؟ لك يعني عم نشوف الأرض عم تقلب، يعني منسجمة مع قناعاتنا، وهذا هو أساسنا. نحن بنرجع بنقول نحن حزب مبدئي ما بيزيح عن خطه إلا لمصلحة هذا البلد، وما بيزيح عن قناعاته، وهذا الأساس بهذا الموضوع. أي تحالف بده يعمله حزب الكتائب بده يكون منسجم معه. سؤال أخير عم بأشروله من الاستوديو إنه خلص الوقت، وبعرف وقتك ضيق كتير طالع عندك بتكمل. هذا جزء من تحضير الانتخابات. لو بتشوف بس المداخلات عندي هون يمكن كنت بتمدد لوحدك. بس أنا بعتذر عن الكل عجد، بس شو بدنا نعمل؟ أنا كمان حتى عندك مداخلات كتير على الفيسبوك. بس سؤال أخير بهذا الموضوع، بظل استطلاعات الرأي اللي عم تطلعوا عليها واللي مش عم تطلعوا عليها، في جو بيقول انه ممكن يتحقق خرق، بس مش خرق كبير بنتائج الانتخابات. مزبوط. انا بأكد انه ان حصلت الانتخابات وكمل هذا الجو، لا الخرق الكبير، الخرق الكبير ممكن يصير اذا كان في توافق 100% بالمعارضة. انا بدي اقول اكيد توافق بالمعارضة بين افريقاء المعارضة اساسي لنقدر نربح هذه الانتخابات ونخلق عن جد توازن مع قوى السلطة، وهذا هو الأساس. وأنا برأيي أي محاولة لتسخيف الانتخابات أو لقول من أهل السلطة للقول أنه
لا ما مش ما في شيء رح يتغير وشو بدنا بهالشغله، بكون هي محاولات ملعونه لثاني الناس من انه تنزل تصوت. الهدف انه يصير في مشاركه كثيفه بالانتخابات بالداخل وبالاغتراب تنقدر نخرج. نائب المستقيل الياس حنكش، انا بدي اشكر حضورك. انا بدي اشكرك وبعتذر من الكل، يعني بدي كمان اعتذر من كل المستمعين عن جد. في عندي مداخلات كثيره كانت على الواتساب، وكان في اتصالات كثيفة ما قدرت أخذتها. بدي أشكرهم فردا فردا، وبدي أشكر كمان اللي اتصلوا وطلعوا معنا على الهواء. وبنهاية اللقاء أطيب التحيات من سيمون مصور، من تراز خوري، ومني جورج العلي، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل إذا الله. شكرا.